نشرة أخبار النقابة، نشرة إخبارية عن شؤون نقابة المحامين في مصر، تتابعونها عبر الموقع الرسمي لنقابة المحامين. من المنصورة، نقيب المحامين يكشف عن جمعية عمومية خلال شهر نوفمبر الجاري لطرح مشروع زيادة المعاش. وفي رسالة جديدة للمحامين، عاشور يدعوهم للحضور والتصويت بنعم أو لا على الميزانية وفقا لإرادتهم الحرة. أدعوكم للحضور والتصويت بما تريد، تصوت بنعم أو تصوت بلا، أنت في غاية الحرية. التصويت سوف يكون كتابة ولن يكون برفع الأيدي حتى يعني نتفادى الالتباس. الأمر الآخر أنه اللي بيشكك في الميزانيات ايضا بيقول والله الجهاز المركزي لم يراجع الميزانيات. هذا الكلام غير صحيح. الجهاز المركزي موجود مقيم لدينا في نقابة المحامين اقامه دائمه، له مكتب بيراجع ما يريد يوميا من مستندات صادر او وارد داخل او خارج. الميزانيات معتمده او مراجعه من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، واصدرت تقاريرها وردينا على هذه التقارير وعلى هذه الايضاحات واجيزت. في جلسة حلف اليمين، سمح عاشور يشدد على مظهر المحامي وثقافته وسعة اطلاعه وأمانته مع موكله وخصمه على السواء. احترامك لخصومك وخصوم موكليك يجب أن يكون مقدما، ويجب أن يكون معتبرا، ويجب أن يكون مشاهدا. المحامي مش بيتخانق، إنما المحامي بيضع الحق في مكانه أو يدافع عن الحق ويعيده لأصحابه، مش بيغتصب الحقوق من الناس ولا يخطفها. لم إجراء غلط ولا وسيلة غير صحيحة، لأن المحامي الذي يخون حتى خصم موكله هيخون موكله، والموكل بتاعك هيخاف منك لأنه مش هتعمل، هيخاف يجي ناحيتك لأنك ممكن تعمل حاجة غلط معاه، هيخشاك فتقتل مهنيا وتضيع مهنيا. القيم النبيلة زي ما قلت حضرتكم قيم غير قابلة للتجزئة. ما ينفعش تبقى أمين مع موكلك ومش أمين مع خصمك. ما ينفعش تبقى شريف مع طرف وغير شريف مع طرف آخر. الشرف والأمانة والنزاهة كلها قيم غير قابلة للتجزئة ولا للطبيعية. تحت عنوان حوار مع النقيب، انطلاق مؤتمر شباب محامي الإسكندرية في 14 من نوفمبر. عاشور يكلف لجنة التدريب بعقد المزيد من دورة المحامين وكلاء المستثمرين. بروتوكول التعاون الذي وقع بين الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين في 28 من مارس في 2018. العصر ده عصر التكنولوجيا، عصر التطور، عصر بقاله فترة طويلة جدا. مكاتب المحاماة الدولية عابرة الحدود اللي تخلي المحامين المصريين أو بعض الدول لو ما اتطوروش هيبقوا مجرد وكلاء أو مناديب. شركات المحاماة ومكاتب المحاماة اللي بتسمى اللوفيرم هي المستقبل. رسالة المحامي مش بس محكمة ودعوة وتحقيق مدني أو جنائي أو شرعي. المحامي اللي عايز يفتح فرص عمل أكتر ما يبقاش تقليدي، ويفتح فرص شغل أحسن ويطور. نشكر النقابة العامة على إتاحة الفرصة لينا اللي احنا نيجي في هيئة الاستثمار بدورة وكيل مستثمر عشان نؤيد في هيئة الاستثمار بصفتنا وكيل مستثمر. وبنشكر هيئة النقابة العامة ممثلة في شخص السيد النقيب العام النقيب سامح عاشور، وبنشكر الأستاذ عبد الجواد مدير مكتب الأستاذ سامح عاشور على إتاحة الفرصة دي لينا. والحمد لله احنا بمجرد ما تواصلنا مع النقابة العامة في توفير الندوة ديت والمركز التثقيفي دوت للسادة المحامين، الأستاذ عبد الجواد تواصل معانا ومشكورا وأتاح لنا الفرصة النهاردة في الندوة، وقمنا بتوفير بعض من السادة الزملاء حضرنا الندوة ديت. الندوة حسيت ان فيها استفادة، دي حاجة جديدة كانت بتحصل في النقابة كانتش موجودة قبل كده، واحنا بصراحة يعني متفائلين ان حاجة زي دي بتحصل. النهاردة وجودنا ان شاء الله بإذن الله يعني هيكون لينا استفادة قوية في مجال الاستثمار وهيئة الاستثمار والتعامل مع هيئة الاستثمار.
تنفيذ لاتفاق عاشور والنائب العام، تجهيز غرفة للمحامين بنيابة أمن الدولة العليا. نقابة المحامين تشيد بدور نظيرتها العراقية الداعم للحراك الشعبي ومطالبه المشروعة. استمرار أعمال التشطيبات النهائية بمبنى نقابة المحامين الجديد. عاشور يلتقي أسرة شهيد تذكرة القطار ويشكل هيئة دفاع لتولي ملف القضية كاملا في إطار دور النقابة الوطني في خدمة المجتمع والدفاع عن أفراده. عاشور يلتقي في مكتبه كل من منتصر الزيات ومحمد منيب المحاميين بالنقض بعد خروجهما من محبسهما ويقدم لهما التهنئة. وإليكم طائفة من أخبار النقابات الفرعية. دعما لشباب المحامين، النقابة العامة تطرح أرواب محاماة مدعومة بالفرعيات على مستوى الجمهورية. عاشور يوافق على تركيب شاشات إلكترونية لعرض رول الجلسات بغرف محامي محاكم فأوس. محامو الإسكندرية يشيدون بدورة المحامين وكلاء المستثمرين والتي نظمتها لجنة التدريب بالنقابة العامة للمحامين بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والتعاون الدولي لأول مرة بالإسكندرية. 200 محام يؤدون اختبار الدورة الثانية لمعهد محاماة الأقصر.